اللي جنبه اللي جنبه يا حبيبي. انا مجموعه من الانجكت يا حبيبي. لو خمسه ليك شفت المستر التوب راجل نخلي سنه ثالثه يا وسنه ثانيه اقول لك مجموعه من اللي ايه. بص يا باشمهندس لو سمحت انا يعجبني واحد يقول لي ما اعرفش، لكن ما يعجبنيش اللي لخبط. يعني اللي يقول ما اعرفش خلاص، من قال لا اعلم خد افتى. بس لكن تقول لي مجموعه من الجيت ولا مجموعه من شيء غلط. بس حد عارف منكم معمول منين؟ كمل. عندي اقدر اوصل اي بوينت من واي، عندي صوت مش مهم، اقدر اوصل اي بوينت من واي اي بوينت من اكس واي 16 بوينت، اقدر اوصل منهم اي 16 بوينت تانيين بص لل بص للشيفت ريجستر داخل له ايه وطالع له ايه. الشيفت ريجستر داخل لها السيريال انبوت. ايوه وبيطلب منها السيريال اوت. يعني لو انا دلوقتي يعني ممكن الاقي شيفت ريجستر يدخله سيريال ويطلع لي فاريال. اه ممكن مستخدمين هنا مستخدمين هنا في السكت ريجستر 16 بت. وممكن مثلا شفت الاقي شفت ريجستر يا من بارل الى بارل موجود. دلوقتي احنا ابتدينا ندرس السويتش قبل ما نجيب السويتش ابتدينا نعمل عليه تيست في المعمل وابتدينا نشوف كده السيجنالز البيهيفير بتاع السيجنالز على السويتش. ايه الشكل اللي في النص ده؟ في النص ده شكل ايه؟ في النص احنا دخلنا على ال ده مثال اللي اس سيجنال سيجنال جاي اكس بتاع ايه؟ فويس سيجنال وشفنا الامبليتود بتاع دي فويس سيجنال؟ دي فويس سيجنال استحاله تكون فويس سيجنال. ده فويس سيجنال ممكن اوريك ده بيبقى كده ده عامل زي ساين ويف. ممكن اوريك حضرتك ممكن اوريك حضرتك الفيديو كله عمال مش مهندس. بس عمر انا ما اعرف ان ما تبقاش كده ده عامله. بص الفويس سيجنال عامله يعني حاجه يعني بتريبيت تتسلف وعمرها ما تبقى فويس سيجنال. انا شايفها كده بتريبيت. انا هوريك ماشي كده كمل. ده كان شكل السيجنالز. السيجنال ما حصلش فيها اي طب المحور محور اكس عباره عن ايه؟ محور اكس عباره عن القيم وعندي ومحور واي الفولت. ها؟ التمبليتود الفولت. ابتدينا بعد كده بعد ما خلصنا ابتدينا ننظمهم بشكل ان احنا نقدر نطلع منهم حاجه نقدر نطلع فيها الفانكشن بتاعتنا. شوف انت صوتك واطي ايه اللي حصل؟ اللي هي سمارت بريد بورد. اتغلب صوتك عليهم يا ابني. ابتدينا ان احنا ننظم السويتشز بشكل ان احنا نقدر نطلع منهم سمارت بريد بورد. حطيناهم في شكل انتجريشن. ده اللي بنتكلم عنه. محمود مرسي. ايوه بسم الله ما شاء الله عليك. ايوه السلام عليكم. انا محمد سامي من تيم هاردوير. انا هشرح اتنين مديول في هاردوير. اول حاجه هشرح الانترس. طب قول لي انا نفسي اسالك سؤال. انت راجل في التيم هاردوير، قول لي الجزء اللي انت عملته ايه؟ هو الجزء اللي انا عملته هو ده اللي انت عملته اللي هتتكلم عليه. كويس. انا هشرح الانترس بارت بريد بورد بالتي ديزاين وبعد كده هشرح استكشن. تعال نشرح اول حاجه الانترس بارت بريد بورد زي محمد نشأ شرحنا الخطوات اللي احنا مشينا على اساسها واخترنا. هو انتر ليه ما سميتهاش انتر؟ ما في انتر، الانتر ده هيبقى